طرح النائب صالح العرموطي مخرجا لإلغاء اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، مؤكدا على أن الاتفاقية باطلة بحكم القانون لأنها لم تعرض على مجلس النواب. حكومة مع حكومة وبتقول الاتفاقية شركة مع شركة، لا تستقفل عقولنا. مع حكومة طالع صفحة 12، وبالتالي يكون من الواجب لصحة الاتفاقية عرضها على مجلس النواب. استعملوها هذه الصلاحية، هذا منفذ آخر من النواب. من الشروط التي توجب على البائع تقديم النموذج، البائع تقديم النموذج النهائي من اتفاقية نقل لموافقة المشتري. هاي أنا أعطيتك مجال بدك توافق يا مشتري استاذ حمدان. العرموطي قال إن الاتفاقية تحتوي على بنود يمكن للأردن الاعتماد عليها في إلغاء الاتفاقية دون دفع الشرط الجزائي البالغ قيمته 1.5 مليار دولار. توجب على البائع تقديم النموذج، البائع تقديم النموذج النهائي من اتفاقية نقل لموافقة المشتري. هاي أنا أعطيتك مجال بدك توافق يا مشتري استاذ حمدان. وهنا سؤال مهم، هل هناك اتفاقية بين البائع والناقل من أجل إقرارها؟ مش موجود، خاصة وأن المرجعية في إقرارها للمشتري وحده. شوف النص، المرجعية للمشتري. يا بقول هذه الاتفاقية صح يا برفضها. طيب مارسوا هذه الاتفاقية، حق المشتري يقول لا أنا ما بدي إياها، ما فيش اتفاقية موقعة بين الناقل وكذا. ويا ويلك إذا اختلفت 4 شركات، شو بدي يصير؟ بدي تدمر الوضع هنا. وهذا أمر يساعد على إلغاء اتفاقية، وإنني أرى أن هذه الاتفاقية باطلة، اتفاقية الغاز غير موجودة أصلا. هل تم استيفاء كامل الشروط المطلوبة للمشتري من أجل سريان هذه الاتفاقية؟ وهذا كمان نقطة، هذه بتخدمنا. وتثير اتفاقية الغاز الموقعة مع الكيان الصهيوني جدلا واسعا في الشارع الأردني منذ توقيعها عام 2016. أسامة بليبلي، الحقيقة الدولية.